ورسطوس 2019 تكاي فهو نقل عملي فني من وسيلة إلى أخرى، وفيما يلي بعض الأمثلة الشائعة فيلي متكيف قصة من آخر عمل يكيف داخل فيلومه ويمكن أن يكون رواية مثل صحيفة سيرة ذاتية كتب هزلية كتب مقدسة لعب أو مصادر تاريخية تكييف أدبية قصة من مصادر أدبية يكيف داخل آخر عمل الرواية هي قصة من عمل آخر تكييفها في رواية التكيف المسرحي قصة من عمل آخر تكييفها في مسرحية غير أنه لا توجد نهاية لوسائط الإعلام المحتملة المشاركة في التكيف. التكيف هو ممارسة الترميز تغيير الشفرة أو اللغة المستخدمة في المتوسط وكذلك استيعاب العمل الفني إلى معايير ثقافية أو لغوية أو سيميائية أو جمالية أو غيرها من المعايير. وتعكس النهجة الأخيرة لتوسيع نطاق دراسات التكيف الميدانية هذا التوسع في منظورنا. التكيف يحدث كحالة خاصة من التبادل بين النصوص وثقافة نسخ لصق التكنولوجيات الرقمية أنتجت أشكال جديدة بين النصوص التي تولدها التكنولوجيات الناشئة والمزج ريميكس إعادة تمهيد أخذ العينات إعادة عرض التحاولات أن مواصلة تطوير أداة فعل التكيف والمناسبة وطرق التي تتحدى نظرية وممارسة التكيف والاعتماد المراجع 2017 10 1 0 9 3 9 7 8 0 1 9 9 3 3 1 0 0 0 0 0 1 صفر 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 واحد تسعة سبعة ثمانية صفر واحد تسعة تسعة ثلاثة ثلاثة واحد صفر 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 واحد.